الله القائل في كتابه العزيز: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس له ند ولا نظير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير القائل: أكثروا من ذكر هذه من لذات. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي ونفسي الخاطئة والأمارة بالسوء، أوصيكم بتقوى الله، تقوى الله في الدنيا والآخرة، فبها تتم النجاة يوم الآسفة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أمة الإسلام، المولى عز وجل خلقنا بغاية واحدة، قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ابتلاء وامتحان. الذي خلق الموت لماذا؟ للابتلاء. وخلق الحياة ليمتحننا، مش يشوفنا رب سبحانه. أنا هو المخلص في عمله والمحسن في عمله والمداوم على عمله. فاعملوا عملا تفوزون به في الآخرة. ومن حكمته سبحانه أنه لم يجعل هذه الدار دار قرار واستقرار وبقاء، وإنما جعلها دار ممر. عابري سبيل الكل، احنا مش نخلده في الدنيا هذه، كلنا عابري سبيل، دار ممر واعتبار. ولقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم، ولقد قال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. فالبقاء لله الواحد القهار. أخرج مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد ووضعت الموازين، يطوي الله عز وجل السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى، ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ أنا الملك، أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين بشماله، ثم يقول: أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فيجيب نفسه بنفسه سبحانه وتعالى: تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. وكم من صغار يرتجى طول أعمارهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر. وكم من عروس زينوها ليلة عرسها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. وكم من صحيح مات من غير علة وكم من سقيم عاش حينا من الدهر.
إنسان صحيح لا بأس عليه طاح مات بدون سبب ولا خلى مريض عاش. وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر. فمن عاش ألفا وألفين فإنه لا بد من يوم يسير إلى الصليب. قديش عشت؟ 80 90 100 120 لابد انها تدخل ظلمة القبر. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. كل نفس، مش واحد تقول لي يلا خاطيني مش يمشي نموت، مانيش معني أنا بالموت. ولهذا من الغفلة يا إخواني أن يلهو الإنسان عن الموت وعن الاستعداد له، فتراه يقصر في الواجبات ويقع في السيئات ويأخذ حقوق الناس بغير حق بل بالظلم والبهتان، ويتعدى على الغير في مال أو عرض أو نفس، حتى كلمة يخرجها لشخص يقدح فيه ولا يغتاب. يؤذي المسلمين والجيران، يأكل حقوق الأجراء والخدم، يظلم الزوجة والأولاد وحتى المدير، مدير معهد ولا مدير كلية، يظلم التلميذ ويظلم الطالبة المتنقبة أو المتحجبة، يمنح قل لها ما تدخلش تقرأ ولا ما تدخلش تلف بنح. وبأي قانون؟ هو حتى في العهد القديم ما كانش فما قانون، هكا إجراءات هكاك معنا. يعني المواقف اللي يتخذوا فيها المديرين توا ماشي في باله اجتهاد شخص، وهو ظلم لتلك التلميذة وظلم لتلك الطالبة اللي يمنحها قد لابسة نقاب ولا لابسة حجاب. إذا كان معناتها يحب يتأكد من الهوى يجوز باش تكشف معناتها وجهها وتدخل تقرا، ولكن ما يمنحهاش بأي حق باش يمنحها تدخل تقرا. وربما وقع الظلم من الأجير لمن استأجره، حتى اللي يستأجر عامل باش يجي يخدم عنده يظلمه ما يعطوش حقه، فلا يلبث أن يأتيه الموت فجأة. هو واقف قدام المعهد ولا قدام يعني الكلية ويمنع فك البنات المتنقبات والحاجبات، رب متحجبات، رب سبحانه في أي لحظة نجم يوصل له ملك الموت، نجم يحسن. وقديش من واحد مات في ملعب بتاع كرة قدم، في برنامج تلفزي، أثناء العمل، في الحافلة، في سيارة أجرة، في الشارع، في داره، ولكن رحمة به ربي سبحانه يمهله، يخلي له الوقت باش يتوبك المدير هذاك، ولا الظالم اللي ظلم الأجير، ولا الزوج الذي ظلم زوجته. فلا يلبث أن يأتيه الموت فجأة، فلا يتمكن من تدارك نفسه ومن التوبة إلى الله والتحلل من المظالم. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. يجحد بآية الحجاب، ربي سبحانه ينادي من فوق سبع سماوات يا أيها النبي قل لأزواجك، فكهو لا مزال، وبناتك فكهو مزال، ونساء المؤمنين، كل نساء المؤمنين يلزم يلبسوا الحجاب. قول حتى لنقتنع، حتى لكذا، كيفاش تقتنع؟ هل تشهدين يا أختي أن الله هو الذي رضي لنا الإسلام دينا؟ مسلمة ولا مش مسلمة؟ قالت أنا مسلمة. بس الإسلام، إيش معناها الإسلام؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله أول واحدة هذه. قالت أنا أشهد أن لا إله إلا الله. بل إذا كان أنت تشهد أن لا إله إلا الله، فالله الذي تشهدين أنه هو الذي خلقك قد أنزل من فوق سبع سماوات قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، وقال لك البس الحجاب، وقال ودي أضربنا بخمورهن حمار هب على جيوبهن على فتحة الصدر تعرض لها.
فلله در أقوام. وفي المقابل هم ناس يعني غفلوا عن الموت، وفي المقابل ناس علموا قرب الرحيل، فهموا ان الدنيا دي يعني ثانية، ومنه ما يزمش يظلم الناس، وانه ما يزمش يمنع حتى حد. فما مديرين طيبين، فما يعني فلله در قوم علموا قرب الرحيل، فهيئوا الزاد والسفر، فهيئوا الزاد للسفر الطويل، قاموا بما أمر الله، قاموا بما أمر به الله، وتركوا ما نهى عنه، واستعدوا للسفر، وحاسبوا أنفسهم قبل أن يحاسبوا. وفي المقابل كم من المسلمين من يجاهر بالمعاصي والكبائر بلا خوف ولا حياء، ربا وزنا ولواط ومخدرات ودخان. نعم دخان ذيك من المحرمات. قال هم مش حرام يا رب، قال في القرآن ولا تقتلوا أنفسهم، فما حكمة في الآية ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. والدخان يساهم في قتل النفس، يسمى الموت البطيئة، قاعد تقتل في نفسك. الآية صريحة، مش القتل معناتها الانتحار ولا الإنسان يشد يعني مجرور يقتل به، لا، حتى الدخان تقتل به نفسك، يسمى الموت البطيئة هذاك بشهادة الأطباء والعلماء. دخان ومسكرات، مشاهدة للقنوات السافرة، سماع للأغاني الماجنات، وتحلق حول حلق الذكر ولا في الجامعة، لا، حلق حول شنو؟ حول المسلسلات الفاضحات. البو مع بنته ومع مرته يتفرجوا على المسلسلات بتاعه المشاهد مخلة بالأداب. والطامة الكبرى والمصيبة العظمى، هجران كثير من المسلمين للصلوات، وعقوق للوالدين، وقطيعة للأرحام. قال معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه حين حضرته الوفاة، قال لمن حوله أجلسوني مريض، قعدوني خنقة، فأجلسوه، فجلس يذكر الله تعالى. نسأل الله أن نكون من الذاكرين عند سكرات الموت. فجلس يذكر الله ثم بكى وقال: الآن يا معاوية، الآن جئت تذكر ربك بعد الانهدام والانحطام، بعد فترة الشباب حين تعرض الفتن عرضا على الشاب. ثم بكى وقال: يا رب يا رب ارحم، ارحم الشيخ العاصي ذا القلب القاسي، اللهم أقل العثرة واغفر الزلة، وجد بحلمك على من لم يرج غيرك ولا وثق بأحد سواك. ثم طابت روحه رضي الله عنه، ودخل الإمام المزني على الإمام الشافعي في مرضه الذي توفي فيه، فسألوا سأسئل الإمام الشافعي وهو في موته، فقيل له: كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ فقال الشافعي: أصبحت من الدنيا راحلا، أيقن أن ملائكة العذاب نزلت أو أنا ملائكة الرحمة نزلت، أصبحت من الدنيا راحلا وللإخوان مفارقا ولسوء عملي ملاقيا
ولكأس المنية شاربا وعلى الله واردا ولا أدري أروحي تصير إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. ثم أنشأ يقول: تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل تجود وتعفو منك منة وتكرما. أحسن الظن بالمولى عز وجل. قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لخلق الله، ذلك هو الفوز العظيم. وحينما حضر المأمون الموت قال: أنزلوني على السرير، أنزلوني من على السرير، فأنزلوه على الأرض فوضع خده على التراب وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه، يا من لا يزول ملكه ارحم من زال ملكه. أمة الإسلام في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول من السنة 11 للهجرة كان المرض قد اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم، وسارت أنباء مرضه بين أصحابه، وبلغ منهم القلق مبلغه، واشتد الوجع برسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت فاطمة لذلك، فأخبرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها أول من يتبعه من أهله. أتخافش؟ قال: أنت راك مستخرت علي أول واحد من أهلي. فضحكت واشتد الكرب برسول الله صلى الله عليه وسلم، وبلغ منه مبلغه، فقالت فاطمة: واكرم أبتاه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا كرم على أبيك بعد اليوم. وأوصى